يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. وحينما قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي ما دامت سنة النبي قائمة في حياتنا فنحن في مأمن من عذاب الله. أما الشيء اللطيف وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأنت أيها الأخ الكريم في بحبوحتين، بحبوحة أن تكون مطبقاً لمنهج الله، وبحبوحة أنك إن لم تكن مطبقاً لمنهج الله أن تستغفر.